جبت بنتي تولد في السبيطار، سبيطار سيفي، جبتها ولدات بالفتيح، اللي ولدات طلعوها للمحص، جيت الوالدات كاينين معها 4 عيالات والدين، ونعسى معاهم بنتي، جا عندها واحد في 2 الليل، قال لها راه أنا اللي الطبيب اللي ولدتك قلب ليها الجرح، قالت لي وليدي، قال لها الدري سيباس ما كاين، قالت لها الدري راه مريض ليا واحد شوية، قال لها أنا غادي نديه نداويه، خلات عليه واحد الفرملية، قالت لي اش كدير أنت هنايا، قال لها أنا خدام في بيت الخطر، فين هاد الكاميرات اللي داخل هو في هاد 2 الليل، فين هاد الكاميرات، فين هاد المسؤولين، فين هاد الناس اللي خدامين، مدير العام، مدير العام ديال السبيطار فين، والسبيطار ما رادين البال حتى شي حاجة، عاش الملك، لا ولد بنت، وعاش الملك، والله يستر عليكم. واللي شاف عبرتي جيبوا لي وانا ولد بنتي وبنتي غادي تولد ليا وعندي غير